الصديق في الصديق ملازم، في صاحب صاحب زميل، الزميل ترى ما هو مثل الصديق. الزميل أجبرك العمل والخوة والسفرة، زاملك. ثم الوفاء بين الناس، فيقولون فيه مثل، يقولون لا تستغني عن صديق، لا تستغني عن صديق ولا تستغني عن طريق. الصديق اللي بينك وبينه مشكلة، وبينك وبينه حصل سوء تفاهم، أما في أمور مالية ولا في هوشة ولا في رفع صوت ولا في اختلاف في الرأي، لا تخسر صديقك هذا أبد. ولا حتى في المجلس، لو أنا ما فلان من الناس ما هو صديق، ولكن فيه له رأي وله أسلوب وله قناعة في أمور أنا ما أنا مقتنع فيها، لكن ما أخسرك أنت، ولا أصعد الأمور إلى أكثر من أنك أني أختلف معك في الرأي. أنت لك رأيك ومصيب في رأيك أنت، ومعتقد راضي برأيك، وأنا لي رأيي ومصيب فيه وأعتقد إلا أني على حق. لكن حنا نقول لا تخسر الصديق، نرجع الكلام، لا تخسر صديق. الصديق خذها طول العمر عندك مثل الرصيد، يجي يوم من الأيام ما تهقى إلى أنه ينفعك بشيء وينفعك بعد الله سبحانه وتعالى. تجي في أمور أخرى، في يوم من الأيام صحبة ما تلقى أحد يمشي معك فيها الليل، وتجي لما تدق عليها ماشي. لا تخسر صديق ولا تعاديه أبد مهما كان، لكن خله على مثل الرصيد في البنك. وهذا الصديق اللي هو فعلا الصديق الحقيقي. أما الأخوة، فيه الأخوة، فيه أخوة أقوى منها، أخوة في الأوسع، فلان من البلد، فلان من الجماعة، فلان، لكن ما في التواصل بينه وبين، ما أعرف معرفة كاملة. ولذلك قال عمر يوم من سأل الرجل اللي جاء وقال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم، هل سافرت معه، لكنه جار. فالسفر يسفر لك عن الرجال، ما في هذا الرجل أو ما في هذا الصاحب، تعرف عن هل هو يقوم صلي، هل هو يصلي، هل هو يقوم ليل، هل هو في الأكل، تعرف عنه في الفزعة، تعرف عنه في إذا منك لو مرض تشتبه يسوي لك. فهذا هو المرحلة اللي تعرف الرجل فيها. أما من الوفاء، فالوفاء يمكن يفي معك واحد ما تعرف، اللي هو هذا شيء ما رجل للرجل، ترى اللي فيه وفاء لو ما يعرفك يمكن يقف معك. صحيح. وهذا كثير من الناس اللي تمشي مع مثل الرجل اللي ذكره أبو رشيد، مروا عليه، هل يعرفهم؟ ما يعرفهم، ما يعرفهم إلا هذه الساعة، ولكن الوفي يبقى وفي. نعم. إيش تمسك؟ والقصص خاصة في مثل هالفترة اللي حنا فيها الآن، فترة أنت أبو محمد الحين لو جاء واحد من عيالك وبتوصيه على مثلا هذا الرجل صادق وهذا الرجل لا، السمات اللي في الشخص اللي ينفع يكون صديق والسمات اللي في الشخص اللي ما ينفع يكون صديق، صراحة يعني تخيل احنا الآن انت امام اولادك وتعلمنا منه اللي تخاويه ومنه اللي ما تخاويه. السمات قد انا افسرها وانت تفسرها برأي ثاني. انا ابغى رأيك انت. انا والله ما ارجع لسمات الشخص، او انما ارجع الانا والمعتقد اللي عندي انا، فلان من الناس شفتك كذا، بغض النظر عن مظهره الخارجي، إنما أنا هذه ملاءاتي أنا، أني أثق في فلان ولا أثق في فلان، أعطي فلان ولا أعطي فلان. مثل فلان من الناس لو جلمي قال والله مشوار النجران، وش يروحني معك النجران؟ ما فذلك أنا قيم الناس بحسب مكانته عندي وحسب ما يملي عليه ضميري، هل أسافر معه أروح معه ولا ما أروح. وفلان طول عمر يقول وين؟ لا العمارية هنا، والله ما في فلان، أنا ما أقدر. مثل ما هو لو جواب لك من الناس واحد محتاج 100,000، واحد محتاج 10,000، أبو 100,000 يمكن تعطيه، يمكن أبو 10,000 ما تعطيه، ويمكن يعني حسب ما أفسره أنا وحسب الشخص وحسب ذيك الساعة اللي أنا متوافر معي. أنا عندي وقت ولا ما عندي وقت، عندي مال ولا ما عندي مال، على العموم على العام. يعني مثلا في مجلس وقاعد تنصح عيالك وتنصح مثلا اللي قريب من الله سبحانه وتعالى، مثلا الشخص اللي حريص على الصلاة حرص عليه، ما في شك. أنا هذه واحدة منهن، لكن أنا ذيك الساعة هالرجل هل يصلي وهل أشوفه في المسجد كل يوم، وجاء لأمي يقول أبي 50,000 وأنا رصيدي 5,000 ريال، هل من معقول راح تسلف؟ فلا يكلف. أنا بقول عن نفسي، فلان من الناس يبي من يروح معها ويقول والله ما معي سيارة، قوه ودني ل الرماح مثلا، أنا ما عندي وقت وسيارتي ما هي مؤهلة أني أوديك. أما تعذرني، ما عذرتني، فتراك
وقلت فيه انت قلت شيء واجب، لكن الناس ما يدرون وش السبب اللي منعني ما اوديك، وش السبب اللي منعني ما اعطيك. فالاحكام لها كل وقت له حكم، وكل واحد له حكم. ولا يمكن تشرح على واحد تقول والله جيت لفلان وما عزمني ولا ما قلطني ولا ما لا، قد يكون عنده ظروف، قد يكون انت تجي لمه وهو طالع ما تدري وين هو رايح. واحد يقول جيت انا لشخص وسبه وتكلم فيه، جيت للرجال قلت يا فلان جا لمك وكان وقت يعني عشاء او وقت بس يبي قهوة ويبي دفع، قال والله انا طالع بحرمتي عندها اللي هو الدم اللي هو هي حامل وفيها عندها مشكلة، لازم اروح يعني اخلي بحرمتي نجيب. تموت ولدي اللي في بطنها وبنتي ولا اقلطه، انت احكم علي حرج. لكن لا تعرف الاسباب لكن لو انه طول العمر والله ما عنده شيء، الناس ما تدري ايش مخابرها ولا تدري ايش عنده. هل بعض الامور يعني ما نقول احنا نحكم على شخص، ولا تصير يعني الحكم على الظاهر ولا الحكم، قد تجد شخص من راسه الى رجلينه لو تشوف ملابسه تشوف تقول هذا من اثرى الناس ومن اغناهم، ولا دريت ما عنده ومهم اخباته ولا ريال، والله ما يعبي سيارته بنزين. فلك لا تاخذ الناس بالمظاهر ولا تاخذ الناس بخبرك انت، والله فلان اشوفه بلحيه ولا قلت والله تعال قدمت اصلي وثم دريت ما يعرف ولا يقرا ولا الفاتحه، ولا اقول والله فلان لا يهمك ثوبه ولا لحيته، لا خلق الخلق الله اللي عالم الخفيات. دع الخلق للخالق.